بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا دنيا ودين. النهاردة الحلقة عن أنواع الجن. طبعا احنا هنتعرف على العالم دوت من خلال الدكتور مصطفى أبو جازية، ونستهل كلامنا بقول الله تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وصدق الله العظيم. وفي سورة كاملة اسمها سورة الجن في الجزء 29. طبعا هنتعرف عن العالم الغريب بالنسبة لنا عن طريق الدكتور مصطفى أبو جازية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا. واهلا دكتور استاذ. اهلا باستاذ دينا. اهلا بيك يا فندم. عايزين يا دكتور نعرف انواع الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على قدم وخير من طاف بالحرم، صلاه وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنا انتهينا في اللقاء السابق عن أنواع الجن، وكنا بنتكلم عن أنواع الجن، وكان أول أنواع الجن وهو الجن العاشق، وتكلمنا عنه وكيف يلبس الجسد وكيف يعتري وكيف يؤثر على الزوج والزوجة والبنات والأولاد في مرحلة الشباب. النهاردة هنتكلم عن النوع الثاني من أنواع الجن يا دكتورة هالة، وهنقول إن النوع الثاني من أنواع الجن هو الجن الغواص. الجن الغواص، يمكن كلمة الغواص غريبة على الناس شوية. يعني غواص؟ لو نتذكر في صلاح الدين الأيوبي لما كان مع عيسى الغواص، كلمة غواص يعني بحار، يعني من جن البحار. الجن الغواص هو جن البحار الذي يسكن البحار أو يسكن بمقربة من البحار، متعلق بمعنيه، متعلق بالمياه. الغواص بمعنى البحار، يعني جن يسكن البحار أو جن بحار. طيب الجن، جن البحار، ما هي علاماته او بيأثر على الانسان ازاي؟ طبعا او الجن الغواص ازاي نعرف هذا الشخص عليه جن غواص ولا لا؟ دائما الانسان الملبوس او الممسوس او الجن المكلف عليه بسحر، لما نوع في انواع من السحره لما بيجي يعمل سحر للانسان، لما بيتلو الطلسم بتاعه ويحضر جن، بيبقى نصيبه الجن ده جن بحار ياتي فيأذي الانسان. علامات الجن الغواص ده، الانسان الملبوس او عليه جن بحار او جن غواص بيحب دايما يستحمى او ينزل الترعة، او دايما مثلا في عز البرد او في عز الشتاء يتلاقيه يدخل الحمام ويسكب على نفسه ماء ساجع. بيشوف في الاحلام بتاعته رؤى واحلام انه بيغرق في ترعة، بيغرق في بحر، بيسبح في مية. المهم دايما الرؤى بتاعته متعلقة بالمياه. جن البحار جن اغلبه جن مسلم، ولكن الفئة القليلة منه جن شرس جدا، اذا تعمد ولبس الانسان بيكون مؤذي لغاية شديدة جدا. جن البحار لما بينزل كيف يلبس الجسد أو كيف يؤذي جسم الإنسان؟ الإنسان اللي بيقع في الترعة، دايما في الأرياف عندنا في الفلاحين يقول لك فلان ده غرق أو نزل الترعة يستحمى فما طلعش تاني. في نوع من جن البحار بيمسك الطفل أو بيمسك الشاب اللي بينزل الترعة دي فبيخنقه وهو داخل المياه. اتفضلي حضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك يا استاذه زينب. ايه اسباب دخول الجن الغواص جسم الإنسان، وايه اسباب إيذائه للإنسان؟ تمام، زي ما قلنا الجن الغواص هو جن تلتينه جن مسلم، والفئة الثالثة أو الفئة الأخيرة اللي هو الباقي أنواع الجن سواء يهودي أو نصراني بيكون جن شرس جدا. أسباب إيذائه لجسم الإنسان ثلاث حالات: إذا دخلوا عن طريق اللبس، فيمكن ربما الشخص أو الشخصة، طبعا بيلبس سيدات ورجال جن الغواص زي أي جن، واحدة راحت تصيف نزلت البحر حضرتك أستاذة زينب، فلبست اللبس المكشوف أو عرى، لبس العرى، دايما الجن هيتفرج على منظر الجسد، فلما تنزل البحر تستحمى او تنزل تأدي اليوم المصيف بتاعها ممكن تتأذي او تلتبس اذا لم تقرأ الاذكار قبل ما تنزل البحر. فذلك بننصح الاخوه المصيفين، طبعا احنا في الشتاء دلوقتي ما فيش تصيف، ايام الصيف ان شاء الله عمين، لما تيجي تنزل البحر او تروح المصيف بتاعها يا ريت ما تقعدش على شط البحر هنا خالص، يا ريت لما تنزل البحر تقرأ الاذكار الصباح والمساء قبل ما تنزل البحر. دي ضمن اسباب إيذاء جن الغواص لجسم الإنسان. طيب واحد بينتحر بيرمي نفسه من على النيل، لو نزل ورمى نفسه من على النيل أو من أي ترعة أو على شط ترعة من مكان مرتفع لمكان أسفل ونزلت رميته دي على جن بحار بيلبسه، ليه؟ إنك أنت أذيت، بس هو ما شافوش الإنسان، ما شافوش. فإيذاؤه للجن إيذاء خطأ، إنما إيذاء الجن ليه إيذاء متعمد. يعني بيكون من واقع ان هو حس ان هو اذاه فبيرد اذيته، بيرد بينتقم منه، بيلبس جسمه على سبيل الانتقام. طب عايزين نعرف ايه العلامات اللي لو ظهرت على الانسان نعرف ان هو عنده جن غواص.
العلامات اللي بتظهر على الانسان يشعر انه عنده جن غواص او متاثر بهذا الجن، يتحس ان في رعشه في جسمه في الصيف، يحس نفسه عنده برد او جسمه ساقع. دايما في الاحلام بتاعته اذا نام هيشوف نفسه بيسبح في ميه او بيغرق في ترعه او قاعد على شط البحر ببص ليه. وزي دايما الشخص الملبوس اللي عليه جن غواص بيحب دايما يبص، لو كان بيته فاتح على بحر او كلام من ده او في الارياف بيقعد على الترعه وده انه يبص البحر، وممكن يلاقي حد يناديه، يشعر بان حد يناديه تعالى، بيقول له ان الدهنه دهته. تمام، ان الدهنه دهته. أيوة. او كنا في الارياف وفي الفحل زمان بيقول لك اوعى تمشي الظهريه ساعه الظهريه على الترعه احسن تيجي واحد يقول لك ان عليا مش عارف الزلع ولا الجره وتقوم واختك خطفك تحت الميه. دي مقولات شعبيه وريفيه بس ليها مدلول من الواقع، فعلا بيحصل حاجات زي كده. طب وهل السحره بيستخدموا الجن الغواص في سحرهم؟ في اذا كان الساحر متمكن، برافو عليك يا استاذه زينب في سؤال حضرتك، سؤال ذكي. طبعا لما يكون الساحر ماهر وشديد جدا بيقدر يجيب جن البحر، زي ما قلنا الجن شرس مش اي حد يجيبه. طبعا. فلما يكون الساحر سفلي او متمكن من السحر بتاعه بيأثر فعلا ويجيب جن البحار يدخله جسم الانسان ينفذ المهمه بتاعته. لما باجي اقرا على حالات زي كده، على فكره تعرضت في الحياه العمليه في العلاج الروحاني، لما كنت بعالج حالات مثلا ويجي عليه جن بحار يا دكتوره هاله، كان بينزل تنزل الشخص على نفسه على الارض خالص، وكانه بيسبح زي مارك، افلام مارك بتاعت زمان وكلام من ده، وكانه بيعوم وشكله في الواقع خالص كانه في البحر، مش يعني قاعد كوره. ده بداية السؤال يا دكتور، يعني في علامات معينه، في علامات بتظهر في الحقيقه في الرؤيه وفي الحقيقه وساعه العلاج بيبقى دي متاثر بجن بحر، بحس برجفه جديده، ساعه شديده، وان انا بنيجي نقرا عليه بيبقى كانه بيعوم في الميه، بينزل المريض على وشه ويهم على الارض خالص كانه بيسبح في بحر. طيب من هنا برضو هنتكلم عن العلاج. تمام. ايه طريقه العلاج؟ علاج الجن الغواص قراءة سورة البقرة باستمرار، قراءة سورة يونس اللي فيها آيات اللي بتتكلم عن البحر أو عن الغرق، لما ربنا عز وجل جل سيدنا نوح عليه السلام قال إنه عمل غير صالح، وصاب ابن سيدنا نوح بالغرق في البحر، لما اجى اللهم سيدنا محمد كله بناء غواص اللي كانوا بيساعدوا سيدنا سليمان في بناء المسجد الأقصى. كانوا اقوى انواع الجن يا استاذه زينب يا دكتوره هاله، ان الجن الغواص دي كان جن شديد وكان ساعد سيدنا سليمان في بناء المسجد الاقصى، كله بناء في سوره صاد في الايه 27 كله بناء وغواص. بس الشخص المصاب يا دكتور يقدر يعمل اللي حضرتك بتقول عليه ولا لازم حد يساعده؟ هو بنعتمد في الاول انه لازم يكون عنده، عشان نحسس الجن ان الشخص ده مش عايزك في جسمه، أكيد يبدا بنفسه لازم يشتغل. طب هو مش قادر يشتغل، يبقى المعالج الروحاني بيوصف له زيت زيتون حضرتك، بيقرأ عليه ايات الرقيه او سوره البقره كامله او سوره يونس كامله وايات العذاب، ويدهن بها المريض جسمه. طب اغلب الناس تقول لك يعني زيت الزيتون ايه اللي دخله او ايه الفايده العلميه ده زيت الزيتون؟ بنقول بيسد مسامات الجسم، حجم الجن بيبقى كبير في جسم الانسان، لما بيدهن بزيت الزيتون ده المقروء عليه سواء عليه عنبر اشهابي او مسك بيسد الفتحات، فحجم الجن بدل ما يبقى حجمه كبير بيبدا يصغر يوم عن يوم بيقل، طول ما حجم الجن بيقل المريض بياخد نفسه، واذا كان دقات قلبه سريعه بتبدا تهدى، ما كانش بيعرف ينام بالليل بيبدا ينام، تبدا حياته يوم عن يوم على الاقل البرنامج ده مش عليه 5 ايام او 10 ايام عشان يوصل لصوره صحيحه. طيب هنرجع لسؤال حضرتك، الشخص المصاب بالجن الغواص، قلنا الجن الغواص بيستخدم اما يكون لابس للجسد او ماسس للجسد من بره او داخل عن طريق سحر. اذا كان داخل عن طريق سحر فانواع فك السحر 3. النوع الاولاني اللي هو العلاج بالرقيه الشرعيه، ينقرئ قران على زيت زيتون زي ما قلت حضرتك ويدهن جسمه بالمسك، وفي اعشاب تاني بتيجي من عند العطار بتنغلي وبيستحمى بيها. النوع الثاني النشرة العربية. النشرة العربية كانوا بيستخدموها في قديم الزمان او في مقتبل الزمان، بتيجي على مفترق 3 طرق، بيجيبوا زرع من على اليمين وزرع من على الشمال وزرع من قدامهم. وبيجي 3 انواع، سواء دي مزروع فول، سواء دي مزروع مثلا فول اقصاده مزروع سمسم في الصيف، سواء مزروع في الشتاء برسيم والناحية الثانية قمح اللي هي الغلة، ومن قدام اي انواع من الزهور، بيجوا 3 انواع من الاعشاب دول بينغلوا في ميه وبيستحمى بها المريض على مده 5 6 ايام. النوع الثالث وهو العلاج بالحجامه. وطبعا العلاج بالحجامه بينقسم الى شقين. علاج الحجامه من الناحيه الروحانيه، انا كمعالج لم استخدم الحجامه في العلاج بتاعي، ولكن واحده زي الدكتوره هاله مثلا متخصصه في علاج الحجامه والتجميل والصحه الجماليه، بنقول للدكتوره هاله كيف تتعاملي بقى، انا انتقل من
ضيف في الحلقة، هنتقل لمذيع وحضرتك يا دكتورة هالة هتنتقل كضيفة. فالنهاردة توصفي للمشاهد بقى النهاردة إيه علاج الحجامة أو كيف نشتغل على الحجامة في العلاج الروحاني. هو احنا طبعا الحجامة استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام وأشار يعني لها كأنواع نوع من أنواع العلاج النبوي. طبعا هي مواضع اللي الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم فيها، اللي هي الكاهل والأخدعين واليافوخ ولو حي الكتف واسفل الظهر اللي هي ال 12 واس 2. طبعا ده غير ان ممكن انا اروح على مكان السحر اللي معمول يعني المصاب بيه الشخص واحط الكاس عليه. طبعا ممكن الشخص قبل الحجامه بيحصل له زي اضطرابات، ممكن تشنجات، اغماء، وفي نوع مثلا جن بيطلب ان انا اعمله، في نوع جن بيهرب قبل ما استخدم الحجامه، بس طبعا هي شفايه. لو هرب منك ابعتهولي، اتفضلي. وامر الله. طب يا دكتور كنت عايزه اعرف من حضرتك يعني ايه انواع ايه اغرب حلم مثلا جالك؟ يعني ننتقل من يعني هننتقل لفقره ثانيه بقى، نوع انواع الاحلام مثلا. بتتكلمي عن انواع الاحلام؟ لا يعني اغرب حلم الحالات. وكان يتعلق بلبس مثلا او مس جن غواص. اغرب الحالات اللي جات لي كان حاله يمكن من سنتين او ثلاث سنين، كان عليها جن غواص. كانت دي سيده او انثى، كانت دايما بتشوف في عز الصيف يغطوها ببطانيه 2 3 وفي نفس الوقت حاسه ببرد شديد في الجسد. اقرا عليها، لما اقرا عليها حضرتك بقت تنزل بصدرها وجسمها كله، طبعا زوجها معاها، وتنزل بجسمها كله كانها تسبح وتعوم في بحر كبير. بدانا معاها العلاج بالرقيه الشرعيه، طبعا قرات عليها هيئه الرقيه الشرعيه وبدأت تستخدم العلاج. أقدر أقول لك إنها في الفترة دي بدأت تتحسن من إلى. بدأت أستخدم معها الجلوكوز المقروء عليه القرآن. طبعًا حضرتك عارفة إن الشيطان ابن آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم. يجري من آدم مجرى الدم. فالجلوكوز بقيت أقرأ عليه مثلًا سورة البروج 3 مرات وتاخدها مثلًا يوم ويوم، كانت تيجي لي مثلًا يوم ويوم وتاخد الجلوكوز المقروء عليه القرآن. بدأت حالة الرعشة تخف منها تدريجيًا. طبعا لما تحدث الجن وتكلم على لسان المريضه تكلم انه من العشراء او اقارب ابليس عليه لعنه الله. ان ابليس عليه لعنه الله اللي الناس ما تعرفوش ان ابليس من الجن الاحمر الطيار. وفصيله الجن الاحمر الطيار دي جن شرس جدا جدا جدا، يسكن في البحار. فالشاهد هنا ان السيده دي لما اجت تتعالج ومشيت في الجلسات بتاعت العلاج نطق الجن على جسمها واخبرنا انه من فصيله ابليس وان ابليس بيسكن في مثلث برمودا. ده اغلب الناس بتسال مثلث برمودا ليه دايما المكوكات الفضائيه تختفي هناك؟ هو ملتقى ثلاث وقال حضرتك يا دكتور يعني ايه سبب اذيته او اصابته؟ الشخصه دي طبعا صوتت وهي في الحمام، كانت في الحمام تستحمى يعني فعلا في البحر. لا كانت فعلا بتستحمى. لذلك اذكر دايما سيداتنا وجميع المشاهدين والمشاهدات انهم دايما الحمام منفذ ايذاء في البيت. الاطفال ما تصرخش في الحمام يا دكتوره هاله يا استاذه زينب. دايما نص طبعا الكلام في الحمام اللي يدخل برجله الشمال ويطلع برجله اليمين. واللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو طالع يقول الحمد لله الذي نجانا من الاذى. دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي يا جماعه نحصن نفسينا. ازاي البيت يكون احنا يعني الإزاءات اللي بتحصل لنا دي عن بعدين عن أذكار الصباح والمساء، بسبب بعدين عن أذكار الصباح والمساء، بسبب بعدين عن كتاب الله عز وجل. ما فيش كل واحد عامل له ورد، القرآن عدل شهر رمضان بس. المصاحف مهجورة طول السنة وما بنفتحهاش وما بنغطيها من الجراية إلا في شهر رمضان. رب رمضان، رب شوال، رب الأشهر كلها. فياريت الأمهات، بقول لكم من خلال الشاشة الكريمة، شاشة الصحة والجمال، قناة الصحة والجمال، برنامجنا برنامج دنيا ودين، نتكلم نقول يا جماعه الحمام مصدر ايذاء. السيده اللي بتغتسل ما تغنيش، ما تاخدش معاها الموبايل تتكلم في التليفون وهي في الحمام وتكلم صاحبتها وتكلم امها واختها، لا تقضي حديثها وتطلع بسرعه. الحمام فيه ايذاء، والجن الحمام جن شرس، سواء جن بحار بيجي عن طريق الاستحمام او خادم الحمام نفسه جن شرس. يا دكتور طب يا دكتور في دعاء معين نقوله يعني نحاول ان هو نحمي نفسنا من اي بقى اذى سواء غواص او غيره يعني؟ تمام. اذا صحيت من نوم الصبح وقلت
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 100 مرة في الصبح تكفيك حتى آخر النهار، ولو قلتها 100 مرة آخر النهار تكفيك حتى الصبح. طب سيدنا النبي علمنا دعاء: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اصرف عني الأذى يا رب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتفضل يا سيدي. عايزين كده نكون انت وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا لحضرتك. انا شرف بيكم طبعا استاذه زينب، وشرف بالدكتوره هاله، وان شاء الله على موعد من لقاء تاني. اتفضلي يا فندم. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده، والى لقاء اخر ان شاء الله في حلقه جديده مع دكتور مصطفى بجازيه. كانت معكم زينب ممدوح وهاله اسحاق. شكرا لحضرتك.